بالنسبة للتعديلات اللي جت في قانون المحاماة، دي تعديلات احنا موافقين عليها، والمشروع القانون ده كان مجلس النقابة العامة اجتمع وبحثوا وقدمنا هذا المشروع. بالنسبة للتعديل بتاع أتعاب المحاماة، هو المطلوب فيه بس اللائحة بتاعته التنفيذية، بدل ما بتحصله وزارة العدل عايزين يبقى طابع يحس انه يوضع على القضية في البداية، بحيث ان هو يبقى الفلوس ترجع، الاتعاب المحاماة ترجع للنقابة مباشرة دون المرور على وزارة العدل، بحيث ان احنا نتفادى ان اتعاب المحاماة تبقى عند وزارة العدل. يبقى في طابع لكل قضية، في سواء محكمة كلية ب50 جنيه، محكمة ابتدائية ب75، محكمة الاستئناف ب100 جنيه، يبقى خاص باتعاب المحاماة ويتوضع على القضية، بحيث ان هو ده يبقى المبلغ داخل لنقابة المحامين. بالنسبة للتعديلات اللي وردت كلها أنا بوافق عليها، على أساس إن هي جاية بتصب لصالح المحامين، وإن شاء الله التعديلات النهاردة الاجتماع الطارئ هيتم فيه وضع اللائحة التنفيذية بالنسبة للتعديلات اللي تمت، وإن شاء الله هتبقى كله في صالح المحامين، وإحنا لا نبغى إلا مصلحة المحامين، وإن التعديلات دي كلها سوف تصب إن شاء الله في صالح المحامين.